عمري ما تسعف حسرة عصيمة. آه الزمن عجل قصير والثمن غالي كبير، استفيق ولا اتمادة قبل تأنيب الضمير. واللي في غفل الضبابة مت من ما صك بابا يغلي له أقرب قريب، تنكشف عتمة حجابه بعد ما ثبت وصوله، زعزع القصد وحصوله في طريق الغدر مالك نيته ومطمع وصوله. انهدم بنيان راسي وانبنى سجن الماسي، صدمة الخذلان مرة والخيانة طبع قاسي. ومن تمهل بالتزان ومن تأمل في الزمان يدرك الطاف الإله في تدابيره أمان، في تدابيره أمان. يلا طوان يلا 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 اخر شيء. يلا طيب يا واضح انك كثير. يلا يلا مشينا واضح انك كثير صح. اخر شيء اخر واحد. يلا طول اكس تي. انت ايش قاعد تسوي؟ في حد يمسك البندق كذا؟ غير غير مكانك عشان تشوف زين. ايه ايه اسمع الحكم يا سهيل من الحكيم. ايش على بالك اجل؟ قناص انا من يومي. واضح. طيب يا شباب انا تو لمحت قمريه هناك اكيد بجت لحالها. اي والله اي والله صدقت. تشوف السرب يا تميم؟ يعني شو المقصد؟ نروح له نروح له نروح له. يلا 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 مشينا. واضح ان الصيد اليوم كثير. يلا لا كذا كثير يا اخي، ترى تاخر مره علي اليوم، ترى بمشي ومشيت تدري شو بسوي. زي ما انت بقى كده. تعال يا عبد الله. طلع من اللون. تعال يا عبد الله. لا صوروا يا جماعه الصوره دي، صوروا الصوره دي. رامي طلع من اللونج. لا اللونج اهو. طلع من اللونج ازاي؟ خد اللقطه دي بسرعه. يلا 2 1 اكشن. الفخذ تسمع كده، انت واخد تسمع باسمي. خش سريع. حد ياخد معايا ولا خش سريع. انت يا ابني يلا انت خافي. انت يا ابني مش عارف ان انت ظابط. تو 1 مش متاكد. ما عملتش الدور ده قبل كده. يلا تو 1 اكشن. مصحف حرام. والنعمة حرام يا جدعان. يا عم مفيش حاجة. خش كده ادخل بسرعة. خش يا دبابة. خش وسط. طمع. لما توصل هنا. لو وصلت اجيلي وسط. ولا خليك المختار. يلا عايزك انت تخرعي. يلا تو 1 اما تخش اما تخش قول لها ما تخافيش ده مسدس بلاستيك. اكشن. بيقول نكت؟ اه دي حلوه قوي. صح ولا غلط؟ صح. ها مبروك عرفت تمسك البندق؟ وش اسوي؟ ما حد علمني الا تو. ده بكره بكره الجزء الثاني بقى. لا المفروض انت في الجزء. اي انا قلت له عرفت تمسك البندق بس خلاص المفروض. لا بعدين تقول انا قناص ثلاث. لا هذه نفسها. انت بعد انت انت يلا ثاني ثاني يلا اجل بس تراضيع. يلا يلا تو 1 يعني تميم سيل انا تو 1 وانت برضه برضه اعمل اعمل كانك مهشنت برضه. 2 1 اكشن. لا اصبر 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 عندي جمله قبل. اصبر ما هو مش انا اللي اقول استاذ. اصبر اصبر حتى عندي جمله بعد. اصبر اذا اشرت اذا قلت لك كذا عرفت
يا سيد كذا تحرك في زاوية الظلام. أكشن. اتركه اتركه ولا ذبحته اتركه عنك. يلا لا 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 عمل لي انا سويت كذا مليون مرة حبيبي. اما يعمل لك اللي هو قال لك عليه انا سويت لك كذا انا سويت لك كذا يوم خلص كلامي. يلا 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 طول في عيال انا احسن منك بعد يا اخوي. امسك اعصابك ترى الحين ما صار شيء ولا حد كلمنا حتى. يعني وشلون بنجلس ننتظر يا ظافر لين يجون يقبضون علينا؟ صلاه بعد تهز بس انا بص هتقول له بص هتقول له في اسمع خلص انت بت عادي ايه انت اقول مش عارف انت بزياده انا بصوا بعض يابا انا حاضر بس عندي سمير بعض لازم تفصل ايش سمير انت وش عرفك بزياده بعدين يلوك الجوال الو خليه يفكر الحلال انا منتظره كده بعد ما تفهم ها ما قلت لي مش عرفك بزياده اوكي يلا طول اقعد بقى اللي انت كذا 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 بس 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 لا 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 حاول زي ما كانوا كده ليش حاول يلا ايش كنت بس اللي كلمة قال لك مش عارف ابي عرسان بعدين اقول له يلا تضربني اي حبيبي انا جاي من مصر تضربني عشان الافرجي عشان اسوي لك اوكي ما تعرفش الكاميرا يلا غير يلا شنين ما عندي حوار وألف صد الكاميرا طب ما حتى راسي ما ينفع بس ترى لا لازم تدخل على طول وتراك زودتها أنت أخطم لا ورنا شطارتك إذا قاورنا شطارتك بدخل يلا طول مالك منهم خلهم تقتح خلي رجلك من يمين قدام وشمال ورا عبد وش سويت يا مجنون قتلته ما كشينا على بعض وزي الفل زي الفل ما نحس وقفتنا عشان ما نزعلش من بعض تطلع للدل شوية خالد لو اتأخروا عليك كده لازم تملى حبيبي لسه انت مش في الفريم ايه كده انت في الفريم ده لو اشتاحت بقى لو ناصح لو سافش اكشن اطلع جري كات اللي لحقته المساجد في اوروبا بيفتحوا 20 ترتلوا كده صح ها اقول لك المساجد عندك في اوروبا تفتح 20 ساعه اضغطت قالوا لي لا لا هو قال لي ايش هيجي برا المسجد ولا داخل المسجد خلاص عبد المجيد ايه انا هذه هي النقطه انا هو يوم قال عادي هو الاستاذ قال لك عادي خلاص ايوه طيب يوم قال لي انت قلت له المساجد تفتح 24 ساعه ترتلوا ما قلت ما قلت شيء، هنقطع بعد. هل هني يا ولدي؟ بس احذر من كلمة كذب واحدة معي. بس انتبه، واحذر تقول كلمة في يلا كذب. يلا اثنين. بس احذر. اكشن. بس احذر تقول كلمة فيها كذب. بس احذر بس انتبه. أولاً لأن تميم هو اللي يقدر يخدمني مع الشيء. ثانياً لأن تميم هو اللي قتل عبد ياسين. يا بيضا بصوا ليه قبل ما نتخلص الرسالة طيب طيب يلا طوان أولا أخبطنا أرجع لأن تميم هو اللي يقدر يخدمني بهالشيء يا جدعان ما تبصوش لا لا أنا بص من الجوال كلنا يعني ما أنا شرحت لكم وأنا سمع سمع أنتم مركزين بصين هنا أول ما تخلص الرسالة أقول لك هو اللي قتل عبد ياسين هنا هتبصوا هنا وأنتم تعالوا لكم تميم هتروحوا بصين يلا طوان أولا لأن تميم هو اللي يقدر يخدمني بهالشيء ثانياً لأن ثمين هو اللي قتل عبد ياسين ثمين؟ لا لا طيب لا ها؟ لا لازم تقول ثمين انت على طول انا عينك معايا لما اخبط تامر تعملها تتكلم لما اخبط تخبطه على طول بندر بندر وانا هنا ايوه وانا هنا اقولها ثاني معلش ماشي ماشي وانا هنا هو لسه ما بانش معايا اهو انا عايزه ينطق قبل ما يبان اهو يلا انا هنا ثمين يلا تعالي يلا طول هو بيقولها باستغراب زي ما قالها كده ولا بيقولها بالسؤال تهنيم باستغراب يلا يلا اند طول اكشن اولا لان تميم هو اللي يقدر يخدمني بهالشيء ثانيا لان تميم
هو اللي قتل عابد يا سهيل. تميم جدي جدي تسوي جدي جدي وخر شلدك جدي 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 الرجال ما يرحم يا جدي اقول لك وخر يا جدي انت ما تدري مع مين تلعب ماجد جدي ارنا يا جدي شي. اركض يا ماجد اركض انا يا جدي طب دقيقه دقيقه فهمت طيب يا جدي جدي شو تسوي لا 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 جدي ماجد شو تسوي انت شو تسوي دقيقه يا جدي دقيقة دقيقة بفهمك طيب دقيقة دقيقة طيب وين أبعد هناك يا جدي بفهمك طيب أتفهمني ولا أفهمك أبعد جدي أنت ما تدري ما تلعب يا جدي ألعب ولا ما ألعب يا أخي تعال خليني بفهمك طيب يا جدي 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 يا جدي أبعد 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 هناك أنت تدري إيش قاعد تسوي أنت وش تسوي أبعد هناك يقول أنت برا يا اخوي وبعدين بعد القفل طيب. عينك بقى دي وديني شرع عشان اخذ فلوس اوكي هنا قدام ها ابدا المشهد الثاني اه الثاني مش قدام ايوه يلا يلا الثاني اللي يبقى معانا 2 1 لوكينج الصح خلاص احنا بنرجع الحين من الاستراحه وترى ما راح اقبل بالفضيحه 2 1 اكشن خلاص احنا بنرجع من الحين الاستراحه براحتك لا دو وان اكشن خلاص حنا الحين بنحرك من الاستراحة وترى ما راح أقبل بالفضيحة هذه أبد خله يعقل ولا ترى لو يموت واحد فينا ما عندي مشكلة يلا سلام كت اكشن ديناميت ريبيت هلا صاحي الى متى بنجلس هنا ترى ملينا وجمدنا من البرد صاحي انت انتبه تتحرك انت وياه احنا ما راح نطلع من هنا شو اسمه بيرجع رافر ايه خلي لكم قول له قول له اقول لك ولك اللي متى نجلس هنا اقول له لين يوصل الاساتذه وعامر وصار الظهر بس دي اول جمله الجمله الثانيه اقول خلينا نمشي مش عارف ايه يقول له انا قلت ما راح تمشي الا وظفر موجود هنا حي او ميت ماشي روح يلا واحد منكم يجيب الفول يبقوا ملتين كده الاول ما راح نمشي لين الاستاذ رافر يجي الاول بيقول لك منتظرني منتظرني يوصل للاساتذه ومعاهم ظف ايه يلا 2 1 اكشن تن 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 ضاحي احنا جمدنا من البرد الى متى بنجلس؟ لين يجي الاستاذ 2 1 يلا اكشن لين يجي ظافر ما راح نتحرك من هنا لين يجي ظافر يا اخي خلنا نمشي الحين ونرجع وقت ثاني يا اخوي لا تسوي عندك ضمير وحنا ما عندنا ترى السن بالسن والباد يظلم خلاص صممت انه هو اليوم بعد ما شفت بعيوني وسمعت من ماجد تاكدت انه هو ولازم يتقدم طيب معناته ما لنا داعي نروح ندوم شركه ابوك دام نعرف الرجال نصفي حساباتنا معه لا 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 نكمل اللعبه معه للاخير ونشوف اخرتها معه المهم يلا كل واحد على بيته والصباح الساعة 9 كل واحد في الشركة شين كات نعطيهم مشهد لا لا نعطيهم مشهدين زود كذا احتياط شو مشهدين زود نعيد هذا يعني نعيد هذا لين نوصل عشان لو يلا لو نقص يلا, يلا 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 خلينا نشوف هذا الاول خذوا اللي تبونه من يلا يلا تمام يا منصور حبيبي يا منصور اللي ما بعد شفناه يلا ستاند باي تبغى من البدايه من البدايه يلا من البدايه يلا. الاول اللي قبل المشهد الاول والله اي كله كله خلينا نكمل دعسه واحده يلا دعسه واحده يلا 3 2 1 اكشن عندك لا 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 عندي انا اكشن اكل الزين اكل الزين اكل الزين والسلام لا لا ود ود انا ود الجدار اي ود انا ايه شوي شوي يلا خلي شيل الماشره ودير له صح خذ انا اكل سهل اكل سهل ايوه بس ركع ركع خلينا خلينا اول لا اول حط ماء شوي ماء كثير حط ماء شوي شوي
وصلوا مجد. شوي 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 شوي. انت بالقزاز. انت بالقزاز اللي يكسر. ارمي من صحراوي الدين. اطلع لفوق. اضحك. ها كذا قدام يا ابني ايه يا ابني اديني ظهرك انت خرب طيب. بيه راح تمشي كذا مش قلنا طيب حلو يلا اوه بس ان هو بص يا ريس هيمشوا هستنى اسيبهم يمشوا وبعدين امشي ان هو من انت يا طيب ومن وين انت جاي ومن اللي مرسلك عندي كيف داخل علي بالاستراحه تبغاني بشيء شف أنت ما تعرفني لكن الهدف اللي احنا نبغاه يهمني ويهمك هدف؟ أي هدف؟ وش تقصد بكلامك؟ زي ما قلت لك أنت ما تعرفنا لكن احنا نعرفك زين ونعرف قدراتك والعدو هو طاهر وحفيده الأستاذ ماجد أنا للحين ما فهمتك لا أدري وش تقصد وش الخطة اللي براسك ومين أنتم ومين العدو زي ما قلت لك العدو طاهر وحفيدة ماجد مثل ما يقول المثل عدو عدوي صديقي ولا جو لا لا جوالك هذا معك ما قلنا طول خلاص وقف إيه لازم جواله معك صح يلا طول ما أفهمك طول أكشن خلي دفل الضارب طول أكشن سلطان يلا 37 يلا انفعل علي بقى طول اكشن وش علاقة سلطان انفعل علي بقى طول اكشن وش علاقة سلطان بخويك هذا يا سهيل يا اخي الف مرة اقولك لا هو بخويي ولا عرفه ولا بيننا شيء خوي لي خوي هلا بنت ايش تبي علي علي انت وش وداك الشركه لا 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 كل شيء لابوي يعني علي ولي يرحم والديك اسمعني زين اسمعني زين يا علي ابسوي كل اللي تبي كل اللي تبي بزين ابوي لا يجي شيء واللي يرحم والديك ابوي لا يجي شيء وش قاعد تسوي انت علي اقسم بالله لو جابوا لي شيء قسم بالله ما خليك علي لا يلا يا جماعه عشان الشمس عماله تلف والله يلا تعالوا معانا اساتذه طول ما انا بلف بتلفوا على اوسع على ايه على اوسع ان ان 2 1 كذا كثير ايش يبي منا هذا؟ يا عيال ما لاحظت انه قاعد يقول ان القاتل واحد مننا احس انه واثق بكلامه عشان كذا انا اكرر سؤالي عليكم احد منكم تورط بمقتل عابد؟ يا خنطم ترى ما بناقصتك اجل دامنا واثقين ومو بخايفين أنا بروح أبلغ المباحث وأقطع عليه طريق إنه يتلعب فينا ولا تبلغ ولا تفكر بس كده خلاص أيوه. وانت هنا كده وانت هنا وانت هنا خلاص هنا ما كنتش عايز أخذ بس كلوزر ده كنتيت لا ما كنتيتش خد خد كلوزر ده عشان أحسسك إنه ده عايز يأكله كل ده مع ظفر كل المواد مع ظفر لا كثير لا 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 أنا قلت لك لغاية هنا حتى لو انت لو كانوا مخصصين مع ظفر واقف هنا واقف هنا
خلص مكمل مع ظافر؟ أنا متضايق. طبعا نروح من هتكلم مين؟ يحيى. ضحك. تمام؟ هتوصل لغاية هنا وهتقف هنا تكلم ضحك. يعني لو أنت ماشي كده هتتصل بضحك لغاية ما تقف هناك مطرح ما هتعمل وقت. تمام؟ تمام. هو أجل. اتركتك يا سلطان، أنا عارف شلون أتعامل مع هالأشكال. الشرع ما يب عليك، الشرع علي رباك. وعلى اللي قاعد انا اربيه ببيتي، واللي انا قاعد اربيه ببيتي، اي بس انا قاعد اربيه ببيتي كيف اللي انا قاعد اربيه حفيدك يا حبيبي، اي ادري انه حفيدي وانا قاعد اربيه، بس ما تركب الجمله، واللي انا قاعد اربيه ببيتي. اه طيب، واللي قاعد اربيه ببيتي ايش؟ الشرع عليه بعد، الشرع عليه بعد، هو جاب المخدرات. خلوه ايوه، واللي قاعد اربيه ببيتي ايش؟ عطني تفسر لي هالكلمه دي، شو سوي الشرع عليك؟ اترك اترك اترك، انا فاهم الكلام بس مش راكب. ايوه هو قال لك انه هو اي اي الشرع وجاب لك مخدرات، ابي الشرع عليك. ايوه مو العيب مو عليك. أيوة. والعيب على اللي رباك. ايوه واللي قاعد انا ربيه ببيتي وانت حسابك معايا بعدين. ابي وش ولي الجمله ابي فهمت ولي لا لا جيب لي الكلمه اللي قلتها اللي انا اللي عندي بالبيت ما هي راكبه ما هي راكبه جيبها لي قلها قلها انا العيب على اللي رباه اي والعيب على اللي قاعد انا ربيه في البيت والعيب على اللي قاعد اربيه بالبيت ما تجي والقاعد اربيه انا اخذ البيت وانتم ترتاحون من شكل المباحث وابوي يرتاح وتبرد ناره طيب وش هي الصفقه نقدم القاتل للمباحث تفتكون كيف؟ ما فهمنا نص أنا بالبيت والأرض لحظة أسافر وأنتم تبون تتكلموا شوف يا ابن الحلال أنا شوف يا ابن الحلال أنا بالبيت والأرض أبي أبيع وأسافر وأنتم تبي تبتكوا لا صوتك شو صوتك وصفة يلا يلا توان أكشن أنا بالبيت والأرض أبي أبيعه وسافر وأنتم تبي تفتكون يا أخوي أنت شغال على الإعادة ولا كيف ما غير تعيد الكلام يا أخوي يخلص علينا طيب إيش تبي نقدم القاتل للمباحث لا يا شيخ يعني أنت الحين أشطر من المباحث ها أشطر من المباحث بكثير نبي نقدم معلش أشطر أشطر من المباحث بكثير نبي نقدم قاتل تفصيلي تفصيل أشطر من المباحث بكثير بالكثير كثير يلا أشطر من المباحث بكثير والخطا دروبة مريبة وين يفوت العمر ما تسعف حسرة عصيبة آه الزمن عجل قصير والثمن غالي كبير استفيق ولاتمادة قبل تأنيب الضمير واللي في غفل الضبابة مت من ما صك بابا يغلي له أقرب قريب تنكشف عتمة حجابه بعد ما ثبت وصوله زعزع القصد وحصوله في طريق الغدر مالك نيته ومطمع وصوله انهدم بنيان راسي وانبنى سجن الماسي صدمة الخذلان مرة والخيانة طبع قاسي ومن تمهل بالتزان ومن تأمل في الزمان يدرك الطاف الإله في تدابيره أمان في تدابيره أمان